السلام عليكم. عرفتوا هذا الفيديو هذا تشكرون عليه بزاف، كثار من الفيديوهات اللي شفتوا معايا فيهم غار حراء، جبل نور، جبل احد، لان هذا هذيك اغلبيه الناس عارفينه، بصح هذا المعرض هذا قليل الناس اللي كتجي هنا وكتفوت وقيتها وما عارفينش هذا المعرض هذا فيه شي حاجه عجيبه جدا جدا جدا. هذه الدخله ديال المعرض ما شاء الله شي حاجه رائعه رائعه بزاف بزاف. هنايا كتفرج القصص ديال الانبياء من البدايه بواحد الشكل عجيب، من ادم عليه السلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش انه مثلا موسى فاش دخلوا كيتقسم البحار، كيفاش كيرمي ديك الحي العصا ديالو كتولي حيات. ما شاء الله شي حاجه عجيبه جدا عجيبه جدا. يمكن هذه احسن حاجه غادي تعرفوها بالنسبه للناس اللي الاغلبيه كيجيو حتى لهنا ما كيكونوش عارفين هذا المعرض هذا، يعني خص الانسان يستغل. الله خلق الارض وما فيها كم الانسان واعتماه ولم يكن شيئا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى